لدي أجواء مستديرة في حكم اللقاء الكبير. في هذه الأثناء هناك إصابة للاعب الكبير ياسين الدليو. بعد لحظات قليلة هناك الحكم اعطى انطلاقة المباراة والدقائق كما يقول الخمسة الأولى دائما التعادل صفر لمثلي بين الشباب البليتا وأمل الشنيوات. ترجع الكرة لسفيان شكري. اللاعب الغائب الكبير هو أيوب بومديان الملقب بالمايسترو كما يقولون بيرلو الكبير. يا سادة العبرة بالخواتيم. يلا يا أسامة يلا جيبوها يا الأولاد متع فرحة العيد. هناك هناك أسامة خمسة وخميس حاضر أسامة غيب إبليس. ففن الكرة متعة وإمتاع الشنيوات ليس له بديل. هكذا هي كرة القدم هكذا هي المستديرة هكذا هي أحكامها. في حضور الكبير رشيد بعلي الملقب ببولينا لاعب أمجاد ورا لاعب كبير أخلاق عالية يقرر يلا يا شيقري. المباراة ليست سهلة فأمامك فريق شباب البليتا فريق لا يستهان به. البليتا دائما في النهايات دائما في متعة السنين دائما الكرة المعودة. ترجع الكرة لفريق البليتا لكن يلا يا أسامة يلا يا أسامة يلا يا أسامة يلا يا الباز يلا يا الباز. الله 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 مباراة مباراة في العبرة بالخواتيم. مباراة لم تنفي بوعدها كما كنا. مدرب فريق أمل الشنيوات يلا يا أولاد جيبوا يا أولاد الكل هنا في الشنيوات ينتظر اللقب. لكن المهمة صعبة المهمة صعبة عندما تلعب الشنيوات تحلو الفرجة وفي قمصانه ترون الجمال. فلا اليوفي ولا الميلان يزي ولا البارسا ولا الليانو. هكذا أقول وهكذا أعيد هكذا هي مسيرة الكرة. في غياب الجمهور جماهير قليل أظن أن الكل تلقى لكازابلانكا للعاصمة الاقتصادية. هناك حيث سيكون مباراة العمر مباراة الحلم هناك بين وداد الأمة والرجاء العالمي. غدا في لقاء كبير يحبس الأنفاس كما سمعت. هناك 85,000 تذكرة بيعت من أجل هذا اللقاء لقاء خيالي على أبو ظبي الأولى بعيدا عن كازابلانكا. هكذا المستدير لا تؤمن بلاعب واحد فالكرة جماعة. يلا يا أولاد يلعب الكرة فأمامكم فريق ليس بالساج فريق البليتا. يلا يا الحبيب كرة غريبة عجيبة هكذا هي الكرة هكذا هي متعة كرة القدم. والله عبرة بالخواتيم كما شاءوا لكن كرة القدم ليس لها دخل بكتالونيا أو بمدريد. فالكلاسيكو يبقى كلاسيكو يا سادة. بعيدا عن الكلاسيكو نعود للمباراة نعود لكل شيء إلا الأهداف موجود لا شيء هنا لا شيء أكثر. شايرة السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم والبادي أظلم يا أشبال أو يا أمل الشنيوات. أمل الشنيوات دائما يلعبون لقاءات كبيرة يلعبون مباراة جميلة. ففي الدوري الرمضاني خرجوا من نصف النهائي بركلات الترجيح طلبة الحرب. الآن يقولون سنلعب الكل في الكل من أجل إسعاد الشعب هناك بمنطقة الشنيوات والرميل وجميع المناطق هناك بحضور من لقب. لكن البليتا لن تمر خالية الوفاق. فلا اليوفي ولا الميلانو ولا البارسا ولا الريال يزي هكذا هي المقولة الشهيرة. فقلنا لجمهور لن تلتموا على الحضور لأنكم ستشاهدون في هذه انتم المتابعة. Yeah.
مرحبا بكم، وإن كان لديكم كلمة مشهورة سوف أغلبات برز المرحبة، لا خوف عليكم، تظهر كوريتي بالسلامي، والله السلامي أصبح في اليوم، والله على وجهه
Thank you.
ومن يستحق
I'm gonna
باش عمل حرص Thank you.
Thank you.
جمعيات شبيهة فيها داخل تراب هذه المدينة. وحتى لو أطيل عليكم فتحية على هذه الروح الرياضية، حتى الفريق الذي لم يوفق أن يفوز فهو كذلك الحمد لله الابتسامة تعلو محياه، وهذه هي الرياضة ولله الحمد، ما هي إلا للتعارف وللتعاخي ولنكون أصدقاء جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. دوم الشركة